السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد من مادة البايوميكانكس. رجعنا بالمحاضرة التانية اللي بتتكلم معانا عن الانترفرتيبل ديسك. تمام، هنعرف إيه هو الانترفرتيبل ديسك، بيتكون من إيه، والجوينت والميكانيكال بتاعته والبايوميكانكس وكل حاجة. يلا بدون أي مقدمات، صلوا على حبيبك النبي، يلا بينا. طيب، أول حاجة هنبدأ بيها اللي هي الانتر vertebral joints او الانتر بودي joints. تمام، طيب الانتر vertebral joints ديت موجوده ما بين كل فقره والتانية، كل vertebrae والتانية، ما عدا ثلاث اماكن موجوده ايه في vertebral column ما فيهاش انتر بودي joint. اول حاجه اللي ما بين C1 و C2. تمام، اتنين دول ما بينهم مش ما بينهم انتر vertebral joint. تمام، بينهم joint تاني اسمه اتلانتو اكسيال joint، وده بيبقى بيفوت joint. تمام، من نوع الساينوفيال. تمام، يبقى عندي بين C1 و C2 مفيش intervertebral joint، موجود pivot joint اسمه atlanto axial joint وده بيبقى synovial. طيب ايه المكانين التانيين اللي مش موجود فيهم intervertebral joint؟ اللي هو ما بين الكوكسكس vertebri، دول عشان فيوز ما فيهمش اي joint، وما بين السكرم vertebri ما فيهمش برضو اي joint او intervertebral joint لانهم برضو فيوز، ما عدا ال S1 بتعمل مع L5 جوينت بيبقى انتر بودي جوينت او انتر فيرتيبرال جوينت. تمام، يبقى عندي كده الانتر بودي جوينت موجوده فين؟ موجوده من C2، بين C2 وC3 لحد L5 وS1. تمام، طيب عددهم كام الجوينتات دول؟ عددهم 23، 23 انتر بودي جوينت او 23 انتر فيرتيبرال جوينت. تمام، بعدين هنعرف التركيب بتاع الانتر بودي جوينت او انتر فيرتيبرال جوينت بيتكون من حاجتين وحاجه ثالثه جديده علينا، حاجتين كلنا عارفينهم من الاول، البادي بتاع الفيرتبري دي والبادي بتاع الفيرتبري اللي فوقيها، وما بينهم انتر فيرتبرال ديسك. هتزيد معانا حاجه اسمها الفيرتبرال اند بليت. تمام، الفيرتبرال اند بليت دي بتبقى نهايه موجوده في الفيرتبرال بادي، بتبقى مكونه من الكورتيكال بون ومعاها شويه هيلين كارتريج وكده. تمام، ودي بتبقى اصلا مسؤوله عن الجروس بتاع ايه، بتاع الفيرتبري، هنعرفها قدام يعني هنتكلم عنها باكتر. طيب الانتر بودي جوينت او الانتر فيرتيبرال جوينت ده نوعه ايه؟ نوعه كارتيلاجينوس ساينوروسز. تمام، كارتيلاجينوس ساينوروسز يعني نوعه غضروفي. تمام، طيب ساينوروسز ديت معناها ان الجوينت ده بتكون ما بين عظمتين ما بينهم ماده ماتيريال مختلفه خالص عنها. تمام، لان انا عندي نوعين من الجوينتس. تمام، نوعين من حيث التكوين، الساينوروسز والداي ارثروسز، حاجه اسمها الداي ارثروسز، داي ارثروسس. تمام، والسن ارثروسس، الداي ارثروسس ديت بتبقى متكونه من نابون مع بون متغطيين بكارتريج، وما بينهم سينوفيال ممبرين وسينوفيال فلور. ده ايه الداي ارثروسس؟ زي السينوفيال جوينت بالظبط. طيب الساين ارثروسس ده معناه ان انت بيتكون جوينت ما بين بون وبون، بينهم ماده مختلفه عنهم خالص اللي هي ايه، زي الديسك زي كده. تمام، يبقى هنا عندي نوع الانتر بودي جوينت او الانتر فيرتيبرال جوينت كارتريجوس ساين ارثروسس. تمام، طيب هنبدا بقى نتكلم عن الانتر فيرتيبرال ديسك. الانتر فيرتيبرال ديسك ده اللي هو كان جزء من الانتر بودي جوينت. تمام، طيب الانتر فيرتيبرال ديسك ده تكوينه ايه؟ تكوينه فايبرو كالتريجوس. تمام، غضروفي ليفي، يعني متكون فايبروس مع كارتريج. تمام، طيب بيبقى موجود بين الفيرتيبري، ولو كمان بيقول لك ان هم موجودين على بيساوي عدد الجوينتس. تمام، احنا قلنا جوينت 23 فهم هيبقوا 23 ديسك. تمام، طيب احنا لو جينا جمعنا ال 23 ديسك دول فوق بعض كده وقسناهم، هتلاقيهم ان هم ربع طول العمود الفقري. تمام، وطبعا افاسكولار ما فيهوش اي بلود فيسلز، وبيحصل على نيوتريشن بتاعته من الاند بليت. لو فاكرين الاند بليت دي كانت جزء من الانتر فيرتيبرال جوينت، وكانت تبقى نهايه او بتبقى جزء كده في الفيرتيبرال بودي. تمام، المسؤول عن الجروس بتاع الفيرتيبرال بودي، فهي بتدي النيوتريشن او الغذاء لمين؟ الانتر فيرتيبرال ديسك. تمام، بواسطه الديفيوجن او الانتقال. طيب الانتر فيرتيبرال ديسك بنعرفها ازاي او بنديها عدد ازاي؟ حسب الفيرتيبرال اللي فوقيها. يعني مثلا عندي سي 2 هنا وادي سي 3 وما بينهم فيرتيبرال ديسك، بسمي الفيرتيبرال ديسك ده سي 2 على حسب الفقره اللي فوقيه. اما لو هنا برضه عشان هو كاتب معلومه، قال لك لو انت عندك سباينال نيرف بتسميها ازاي؟ بتسميها على حسب الفقره اللي تحتها. يعني لو في سباينال نيرف طلع ما بين سي 2 وسي 3 بسميه ايه؟ نيرف تبع سي 3. تمام، النيرفات تبع سي 3 اللي هي الفقره النوقيه الثالثه. تمام، طيب بعدين عندي تكوين بتاع الديسك. خلاص احنا كده عرفنا تكوين الجوينت، وبعدين خدنا الديسك، وبعدين هنبدا ايه؟ نتفصل في الديسك. تمام، الديسك بيتكون من حتتين مهمين. اول حاجه في المركز، في السنتر،
وبما انها في السنتر فتقول عليها النيوكلس، تمام، هيبقى اسمها النيوكلس بالبوسس. طيب حاجه من بره بتحوط النيوكلس او السنتر ده اسمها انيولوس فايبروسس، تمام. ادي عرفنا فكره مبدئيه، وبعدين هنبدا نتفصل في الانيولوس فايبروسس والنيوكلس بالبوسس ديت. طيب النيوكلس بالبوسس ديت بتبقى سبونجي، تمام، ان هي طبعا احنا بنقول ليها عليها سبونجي سنتر، ان هي بتبقى مليانه فلويد، بتبقى مليانه ميه، تمام، يعني كانك الاسفنجه بتحطها كده بتتملي ميه، صح؟ فهي نفس الكلام، فهي مليانه ميه، فاحنا بنسميها سبونجي سنتر، تمام. طيب الانيولوس فايبروسس من اسمها انيولوس وكلمه فايبروسس، فتعرف ان تكوينها متكون من الفايبروس، تمام. طيب هنبدا بقى نتعمق في كل واحده هنا. بعدين هنا برضو نفس ال، ادي مثلا انتر فيرتبري جوينت، ده كامل اهو، فيرتبري فوق فيرتبري تحت، وادي ايه الديسك، تمام، وادي الاند بليت، دي الاند بليت، تمام، دي اند بليت اللي هي نهايه ايه، نهايه الفقره، ودي تبقى الجزء المسؤول عن الجروس، وانه هو كمان بيدي النيوتريشن لمين، للديسك. طيب هنا ادي برضو ايه، دي الجزء اللي في السنتر ده، ده اللي هو السبونجي سنتر اللي هي النيوكلس بالبوسس، والجزء اللي من بره اللي بيتماشى مع الاند بليد ده اللي هو مين، انيوروس فايبروسس، تمام. هنبدا اول حاجه نتكلم عن النيوكلس بالبوسس. النيوكلس بالبوسس زي ما قلنا ان هي سبونجي، وعشان هي سبونجي فهتلاقي فيها ايه، مكونه من البروتوجليكان بروتين. البروتوجليكان بروتين ده تحسه ان هو الاسفنجه نفسها، هو اللي بيشفط المايه، تمام، وبتتكون من المايه الموجوده فيها. طيب قال لك البروتوجليكان بروتين زي ما قلنا اهو بيتراكت وريتين الووتر، ان هو بيمتص المايه وممكن يطلعها برضو زي نظام السفنجه بالظبط. وهيدروفيليك جل، جيلاتيني هو بيحب ايه المايه، هيدروفيليك يعني يعني ايه محب للماء، تمام. وريزيست الكومبريشن اللي هو بيضد قوة الضغط، ان انت لو جيت ضغطت عليه بيعكس قوة الضغط، بيرد عليها كده، ريزيست الكومبريشن. طيب الاماونت اوف ووتر طبعا اكتيفيتي ريليتد، الاماونت اوف ووتر الموجوده جوه النيوكلس بالبوسس بتبقى ريليتد للاكتيفيتي اللي انت بتعملها. يعني انت لو بتعمل اكتيفيتي كتيره مأثره على السباين عامله كومبريشن فورس، فتلاقي الميه قلت جواها، قلت جوه النيوكلس بالبوسس، تمام. طيب فاريوس ثرو ذا داي طبعا بتختلف على طوال اليوم. طبعا في بدايه يومك في الصبح بتلاقي النيوكلس بالبوسس دي مليانه ميه، على اخر اليوم بتلاقي الميه اللي فيها قلت شويه، وده بيفسر طبعا لو فاكرين لو انت واحد قست طول الصبح، تمام، هيطلع مثلا في سي 180 سنتي، تمام، جيت قسته اخر النهار ممكن تلاقيه كام، 178، يعني هو يعني حوار سنتيات، بس ايه ده بيبقى نتيجة الفرق اللي هو ان المية اللي كانت في النيكروس بالبوسس خست شوية فأثرت في الطول بتاع الشخص، تمام. بعدين هنا هندخل نتفرع اكتر في النيوكلس بالبوسس، هنعرف ان مكانها موجود في ميد، الميد بتاع الديسك. يعني انا عندك الديسك هنا، هي مش موجودة في السنتر بالظبط، لا هي موجودة بوستيرو شوية هنا، تمام، يعني ادي مكانها، هو اقصد ان هو ميد تو بوستيرو، ان هي موجودة في الميد، في الميدل بتاعها بس بوستيرو شوية لورا شوية، تمام. طيب وزي ما احنا عارفين ان هي هيدروفيليك لاكجيل لسه قايلينها بسبب ايه، البروتوجليكان موجود فيها، طبعا موجود فيها كولاجين وموجود فيها الاستين، تمام. الكولاجين الموجود فيها بيدعم البروتوجليكان، والبروتوجليكان ده بيبقى متكون من تايب 2 كولاجين فايبر، وعندي الاستين فايبر، تمام. الاستين فايبر ده اللي بيديها الاستيسيس بتاعتها، بحيث لما يحصل عليها كومبريشر، تمام، فتتمدد وتطلع شويه ميه منها فتقدر ترجع لوضعها الطبيعي تاني، ده وظيفه الاستين فايبر، تمام. طيب هنا برضو بيقول لك ان النيوكلس بالبوسس ديت بيبقى معظمها 70 ل 90% ميه في الشباب. طبعا كل ما بتكبر في السن عن اللي هو سن الشباب، كل ما تكبر يبقى عندك 30 40 سنه، كل ما المايه الموجوده في النيوكلس بالبوسس دي بتقل، تمام. يعني هي في الشباب بيقول لك بتبقى من 70 ل 90، واحد عنده 60 سنه ممكن تلاقيها 40 مثلا، فهمت. طيب هنا ايه برضو بيقول لي ان وظيفتها بتعمل شوك ابزوربشن، وبتشتت اللود اللي نازل على الفيرتبري، تمام، يعني اللود بينزل على النيوكلس بالبوسس زي كده، تمام، زي مثلا كومبريشر فورس نازله شايل حاجه انت فوق كتفك فمأثر على السباين، فعمل كومبريشر فورس فنزلت مثلا على النيوكلس بالبوسس، فالنيوكلس بالبوسس تاخد القوه دي توزعها في كذا اتجاه زي كده بس تقلل ايه المحصله بتاعت الفورس، تمام. طيب هنا ده التكوين بتاع النيوكلس بالبوسس زي ما احنا شايفين، ده البروتوجليكان، وهنا الشبكه بتاعت الكولاجين والالاستين فايبر وكل ده، تمام. طيب هندخل على تاني حاجه اللي هي مين، الانيولوس فايبروسس. الانيولوس فايبروسس ديت اللي هي الجزء الخارجي اللي كان محوط النيوكلس بالبوسس، يعني ده النيوكلس بالبوسس هي جزء بيستيرو لورا، وهنا عندك مين اللي هي الانيولوس فايبروسس. الانيولوس فايبروسس من اسمها متكونه من فايبر. طيب شكلها عامل ازاي؟ لو جيت بصيت كاستراكشر هتلاقيها عامله زي عجله العربيه بالظبط، زي التاير،
طير ان هو بتلاقيه مخطط زي كده، تمام، واخد التخطيط بتاعه واخد زاويه، يعني مش معمول كده، لا تلاقيه مخطط مايل، تمام. فهو كده بيقصد ان هو طير لايك ستراكشر ان هي زي كده مخططه مايله، تمام. طيب بتتكون من عدد لير معين، بيبقى من 15 ل 20 لير او 25 لير، تمام، في العادي. كونكت تو الاند بليد، بتلاقيها ايه ماشيه مع الاند بليد، يعني ادي اهو. او نرجع للصوره اللي وريتها لكم ايه من شويه، تمام، الصوره بتاعت الجوينت اهي، تمام، اديك انت اهو شايف ان دي اهي، دي الانيولوس فايبرس، تمام، ادي الانيولوس فايبرس شايف ماشي ازاي، وادي ايه الاند بليد، تمام، ادي اهي، بص بتلاقيها ماشيه مع الاند بليد بالظبط، كونكتد ليها، تمام، ادي هو ده المقصود بها ان هي كونكتد تو الاند بليد. بعدين عندنا بيقول لك ان هي اورينيتد باي فيروس انجل، ان هي ليها الحاجات بتاعتها دي واخده زاويه، يعني مثلا ده اهو وضع الرينوس فيبروس الطبيعي، وادي الاورينيتد بتاعتها ان هي مخططه كده بالميلان، ولو جيت حطيت الفيرتيكال او حطيت الهوريزونتال لاين، تمام، او الهوريزونتال بلين، هتلاقيها واخده زاويه تقريبا هتبقى هنا 35 او اكتر شويه، تمام. لما تعرضها للكمبريشر فورس هتلاقيها بيت هوريزونتال. كمبريشر فورس معناها ان انت تضغط عليها من فوق وتحت زي كده، زي كده ابص هنا كانت مايله شويه، بعدين هنا بتلاقيها ايه بيت زي شبه ايه خطوط مستويه، تمام، اهي بص كانت مايله كده بميلان واخده زاويه مثلا 35، لما تعرضها للكمبريشر فورس بتلاقي ايه الاورينتيشن ده قل، تمام، بالنسبه للهوريزونتال بتلاقيه شبه بايه مسطح كده. هو طبعا انكلوزس النيوكلس بالبوسس، يعني بتحاول النيوكلس بالبوسس، تمام. طيب هنا طبعا انيوس فيبروسس قايلين ان هي بتتكون من 15 ل 25 لير، تمام. برضه في نقطة عاوز اقولها، اللير بتاعتها يعني مثلا ادي اول لير معمولة كده، تمام، تاني لير اللي وراها تلاقيها معمولة كده، حاجة اسمها ري اورينتيشن، الاورينتيشن بتاعها مختلف، تمام، هي نفس الزاوية مع الهورزونتال بلين مثلا 35 هنا 35 هنا، بس هتلاقي دي مايله في الاتجاه ده والتانيه تلاقيها مايله في الاتجاه ده، وكذلك الامر يفضل يتعاكسوا عشان يفضلوا ماسكين في بعض، فاهمني، ان هم بيحاوطوا نيوكلس بالبوسز ويبقى واقع عليهم بريشر من كل ناحيه، فعشان يبقوا ماسكين في بعض ما يتفكوش، ده الفكره يعني. طيب هي طبعا بتبقى متكونه من الكولاجين، بيقول لك في الانيولس فيبروسس الكولاجين المكون ليها بيبقى من 50 ل 60% من انيولس فيبروسس بيبقى كولاجين، اما في النيوكلس بالبوسس من 15 ل 20% بيبقى ايه كولاجين، تمام. ده الفرق ما بين النيوكلس بالبوسس والانيولس فيبروسس في وجود الكولاجين، كولاجين اكتر في الانيولس فيبروسس واقل في النيوكلس بالبوسس، تمام. طبعا فيها ايلاستين، تمام، ايلاستين بروتين ده مسؤول عن الاستاسيس بتاعتها، لان هي طبعا بتتمدد لما بيقع عليها بريشر، وخصوصا البريشر ده اللي بتوزعه مين النيوكلس بالبوسس، فبيطلع على مين على الانيولس فيبروس بره فتتندد، ايه اللي خلاها بترجع لوضعها الطبيعي الاستاسيتي. طيب هنا برضو قال لك ان هي ليها ستابلايزيشن فانكشن، تمام، و معلومه تاني، الاوتر لير، تمام، الطبقات الخارجيه من الانيولس فيبروسس، تمام، يعني ادي عندك ايه، ادي عاوز ارسم لك بس ادي اهو، دي هنعتبرها طبقات انيولوس فيبروسس، وادي من جوه هنا ايه النيوكلس بالبوس. الطبقات الخارجيه من انيولوس فيبروسس بتبقى مليانه كولاجين تايب 1 و2، تمام، كل ما بتدخل لجوه، تمام، بتلاقيها بقت شبه الكولاجين بتاع النيوكلس بالبوسس، تمام، برضه توضح معانا في السلايد اللي بعدها، اهي، تمام. قال لك الاوتر موست لير اوف الانيولوس فيبروسس بتبقى متكونه من تايب 1 وتايب 2 كولاجين، ودي بتبقى سبب الاسترنس والفلكسبيليتي، اما كل ما بتدخل لجوه بتلاقيها بقت تايب 1 كولاجين اكتر، تمام. طيب قال لك الانيولوس فيبروسس برضه دي معلومه مهمه، بانها تحتوي على سنسوري نيرف وبلود فيسلز، تمام. عندنا ايه تاني هنا، بعدين قال لك ان مش كل الانيولوس فيبروس او انيولار لينك سيركلر، مش كلها سيركلر كامله كده، لا، لان هي عندك زي مثلا في اللومبر ديسك مش كومبليتلي سيركلر، قال لك ان هي في بعض الاماكن او في جزء البوستيريور لاترال ده ما بيبقاش سيركلر بالظبط، تمام، لان هي بص بتبقى زي جا زي جا زي كده، تمام، هذا اهو انا اعتبر ان دي البوستيريور لاترال، وهي بص تلاقيها زي كده اهو، تمام، عشان كده بيقول لك ان الجزء البوستيريور لاترال ده معرض ان يحصل فيه ديسك برولاست او ديسك بولش اكتر، تمام، ان هنا عندك ممكن نيكروس بالبوسس تطلع منها لان هي جزء ضعيف، تمام، ده اللي موجود في البوستيريور لاترال من الانيوس فيبروسس. طيب
هنا نفس الكلام، هيقول لك السيرفايكال ديسك مش كومبليتلي، مش كومبليتلي سيركلر، نفس الكلام. وهنا دي الجزئيه اللي اتكلمنا عليها من شويه اللي هي جيومتريك اورينتيشن في الانلس فيبروس. لما قلت لكم ان اللير الاولانيه مثلا بتبقى الاورينتيشن بتاعها كده، اللير اللي بعدها بيبقى الاورينتيشن بتاعها عكسها، او زي ما احنا شايفين ده. بص اللير دي جايه كده تمام، اللير اللي بعدها جايه كده، هم نفس الزاويه مثلا 25 او 35، بس الاتجاه بتاع الخطوط دي مختلف. فده المقصود بها بالاورينتيتد باترن تمام، اللي هو نظام الاورينتيتد او نمط الاورينتيتد. طبعا هنا بيقول لك ان الزاويه مع الفيرتيكال لاين او الفيرتيكال فيرتيكال بلين بتبقى 65 درجه، اما مع الهوريزونتال بتبقى 25 تمام. طبعا هو هيقول لك الارينجمنت بيديني ريزيستنس اجينست الانتر فيرتيبرال ديستراكشن، يعني معناها ان انا لو حصل اي قوه مثلا تسببت لي ديستراكشن او سبيريشن للانتر فيرتيبرال جوينت، فدي بتعكسها اللي هي حركه الاورينتيشن معموله كده او معموله كده تمام. وطبعا اثناء الشير والتورشن فورسز. طيب يا شباب، هنا في السلايد دي هنتكلم عن الافكت فلود اون الانيولار فيبروسيس تمام. ايه تاثير القوه اللي هتنزل على الانيولار فيبروسيس؟ ايه لما احمل عليها سواء بتنسير فورس او ديستراكشن فورس او بحمل عليها بتورشن او شير فورس، ايه اللي بيحصل ليها؟ طيب مبدئيا احنا عارفين ان الدايركشن اوف الفايبرز بتاعت الانيولار فيبروسيس جايه كده مايله تمام، مع الفيرتيكال عامله زاويه 65 ومع الهوريزونتال عامله زاويه 25. طيب ايه سبب ان ربنا خلقها مايله زي كده تمام؟ قال لك ان هي لو كانت مخلوقه فيرتيكال واقفه كانت تستحمل التنسايل فورس او الـ او الديستراكشن فورس اكتر ما تستحمل التورشن او الشير. يعني هي مجرد ما ينزل مثلا عليها شير او تورشن فورس بتلاقيها ايه، ما استحملتش اتقطعت. لكن لو نزلت عليها تنسير فورس او ديستراكشن فورس بتلاقيها مستحمله معاك. طيب قال لك لو كانت جايه بطريقه هوريزونتال زي كده، زي من تحت كده، دي كانت هتستحمل معاك التورشن وما كانتش هتستحمل معاك التنسير فورس، فهمتني؟ فعشان كده ايه، هي اتخلقت بزاويه اورينتيشن مايله شويه عشان تستحمل معاك كل انواع القوى. طيب هندخل على الجزئيه اللي بعدها، بيقول لك في البندنج تمام، ايه اللي بيحصل في البندنج؟ قال لك اثناء البندنج اللي هو سواء فليكشن او اكستنشن، بس احنا واخدين هنا المثال على فليكشن تمام. ايه اللي بيحصل؟ ادي عندك مثلا ادي الديسك تمام، وادي الجزء البوستيريور وادي الجزء الانتيرور. فانت بتعمل بندنج انتيرور يعني فليكشن، بتتحرك كده تمام. وادي ايه، ادي الفيرتبرال بادي مثلا من فوق والفيرتبرال بادي التاني من تحت، فانت بتتحرك كده اهو، فبتسبب كومبريشن فورس من الناحيه دي وبتسبب تنسير فورس من الناحيه دي. نعيدهم تاني تمام. انت هتيجي تعمل انتيرو بيندنج او فليكشن، ادي عندك الديسك تمام، الديسك اللي في النص وفوق الفيرتبري، وهنا ايه فيرتبري. فلما تيجي تعمل انتيرو بيندنج اهو، بتيجي عند الناحيه الانتيرو بتطبق كومبريشن فورس او زي ما قلنا كومبريشن فورس، وفي الناحيه اللي من ورا بتعمل تنسايل فورس تمام او ديستراكشن فورس تمام. فانت في الجزء اللي من ورا اللي حصل فيه تنسايل فورس تمام او ديستراكشن فورس، بتلاقي الفايبرز بتاعت الانيروس فيبروسس بتلاقيها مايله ناحيه الفيرتيكال اكتر. طب والناحيه اللي حصل فيها كومبريشر بتلاقيها مايله ناحيه الهورزونتال اكتر تمام. يعني دي معلومه من بره اعرفها لنفسك. طيب اثناء الروتيشن، اثناء الروتيشن بيحصل لي حاجه اسمها ري اورينتيشن اوف الكولاجين فايبر. يعني ايه ري اورينتيشن؟ برضه لازم ارسم لك عشان تفهم. ري اورينتيشن يعني اعاده ضبط الزاويه بتاعت الفايبرز بتاعت الانيورال فايبروسس تمام. يعني احنا ادينا احنا عارفين ايه، ان عندك ادي ايه الفايبرز واخده الزاويه كده، الطبقه اللي وراهم واخده الزاويه كده عكسها تمام. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان انا عندي مثلا سواء كنت بلف كده تمام، يعني ادي مثلا نقول ادي الليفت وادي الرايت، فانا بعمل روتيشن ناحيه الليفت، فالفايبرز اللي ماشيه كده في الاتجاه بتاع الليفت بتلاقيها حصل لها ايه، حصل لها تايت اتشدت. طب والفايبرز اللي في العكس، عكس اتجاه الليفت اللي جاي واخده الاورينتيشن ناحيه الرايت، بتلاقيها حصل لها ايه، حصل لها لوزنج تمام. نعيدها تاني دي عشان جزئيه مهمه. في حاله الروتيشن تمام او التورشن فورس، لما تطبق تعمل روتيشن او تطبق تورشن فورس بيحصل ايه، بيحصل حاجه اسمها ريورينتيشن. ريورينتيشن معناها ايه، اعاده ضبط الزاويه بتاعت الفايبرز بتاعت الانيولار فايبروس. احنا عارفين ان الفايبرز بتاعت الانيولار فايبروسس زي كده
لير زي كده ولير عكسها، تمام، لير زي كده ولير عكسها. طيب انت سواء كنت بتعمل روتيشن ناحية الليفت مثلا او ناحية الرايت، صح؟ فانت تيجي تعمل روتيشن ناحية الليفت، الفايبرز اللي عاملة اورينتيشن ماشية مع اتجاه الروتيشن، تمام، اللي هي رايحة ناحية الرايت، الليفت اتجاهها ماشي مع الليفت مع ناحية الروتيشن، بيحصل لها تايتنس، بتتشد، تمام. طيب الفايبرس اللي هي حاصل لها اورينتيشن بس الناحية المعاكسة للروتيشن، بيحصل لها لوزنج. يعني ايه لوزنج؟ يعني ان هي تبقى مسترخية كده، ريلاكسد خالص، لاكسيتي خالص، مش يعني مش مشدودة اصلا، تمام. طيب نروح على السلايد اللي بعدها. الاستاذ بعدها بقى كده نقعد ايه، احنا لسه قايلين اصلا التنسايل فورس، تمام، ان هي زي ما قلنا ان هي بتخلي لك لما تيجي تطبق التنسايل فورس، تمام، على الانيولوس فيبروسس، الاورينتيشن او الفايبرز بتاعتها بدل ما هي مايله كده بتروح ناحيه الفيرتيكال شويه، هي مش هتبقى فيرتيكال بس هتبقى ناحيه الفيرتيكال، يعني الزاويه بدل ما هي مثلا 65 مع الفيرتيكال هتلاقيها زادت مثلا بقت 80 او 70، تمام. بس هنا بعدين الشير او التورشن فورس، زي ما احنا قلنا لما تطبق شير او تورشن فورس من شويه او تعمل روتيشن بيحصل لك ري اورينتيشن، ده اللي انا عاوزك تعرفه، بيحصل ري اورينتيشن للزاويه بتاعه الفايبرز اوف الانيولار فايبروسس، تمام. هنا نفس الكلام بيقول لك شير والتورشن فورس هي يعني بتتعمل لما بتيجي تعمل حركات في الهوريزونتال بلين زي الروتيشن، تمام. وهنا يا شباب دي الجزئيه اللي انا كنت قايل لك عليها، ان لما انت اتجاه الفايبرز اللي ماشي معاك في نفس اتجاه الروتيشن بتاعك بيبقى تايت، والفايبرز التانيه بتاعت الطبقه اللي تحتها اللي في عكس الاتجاه بتبقى لاكسيتي او سلاك، تمام. اهي دي الجزئيه اللي هي رقم اتنين، بيقول لك ان انت لما الليرز اللي هي اثناء ما انت بتعمل الروتيشن بتاعك بتلاقيها، بص بيقول لك الفايبرز اورينتيتد towards the slide أو twist become toot، toot يعني مشدودة، and the other layer slacked، تمام؟ يعني الطبقات اللي فيها fibers أو collagen fibers oriented معمول لها زاوية تجاه الروتيشن بتاعك أو الشير أو التورشن فورس بتاعك اللي أنت ماشي فيه، هيحصل لها توت تتشد، أما عكس كده هيحصل له إيه؟ laxity أو slacked، تمام؟ طيب الكمبريشن فورس، تمام، لسه قايلينها إن أنت إيه؟ بتضغط. طيب الكوميرشال فورس ديت، ماشي، الكوميرشال فورس بتمتصها اكتر من النيوكلس بالبوسس. يعني انت عندك هنا ايه، ادي النيوكلس بالبوسس وادي حواليها الانيولس بالبوسس، تمام، ادي الانيولس بكل طبقاتها. انت لو جيت طبقت ايه، طبقت كوميرشال فورس من فوق وتحت، تمام، او من فوق بس، تمام. مين اللي هيمتص الكوميرشال فورس ديت؟ النيوكلس بالبوسس، تمام. طيب النيوكليس بالبوست دي اصلا جواها بريشر، اللي احنا قايلين جواها ميه، تمام، فيها ووتر، فيها فلويد، فجواها بريشر، جواها حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر. طيب لما تيجي تطبق بريشر من فوق على في بريشر موجود من تحت، فاكيد البريشر اللي من تحت ايه، هيزيد، تمام. طيب لما هيزيد هيعوز يعمل ايه، ديستراكشن للبريشر ده. طب هيعمله ازاي؟ هيعمله على الفايبرز او الانيلاس فايبروس اللي حواليها، توزع لها ايه، توزع لها البريشر بتاعها، تمام. طيب بعد ما توزع لها البريشر بتاعها ده، هتتوزع على الانيلوس فيبروسس كامله، وبعدين ياخدوا محصله القوه دي، يروح تنزل على مين، على الفقره اللي تحتها وعلى الديسك اللي تحته، ويحصل نفس الكلام ويتكرر لحد ايه، ما لحد ما الفورس دي تختفي خالص، تمام. او هنا يا شباب بيوضح ازاي النيوكليس بالبوسس بتعمل ديستريبيوشن لي او ديستراكشن للفورس، تمام، اللي وقع عليها. يعني انت عندك هنا فيرتبرال بودي، فيرتبرال بودي، وادي الديسكوستوم، وادي النيوكليس بالبوسس، تمام، وادي ايه، الانيولوس فيبروسس. فتوقع عليك كومبريشن فورس من فوق نزلت على النيوكليس بالبوسس اللي فيها هيدروستاتيك بريشر، فزادت البريشر بتاعها، تمام. فراح عمل الديستريبيوشن للبريشر ده على مين، على اللي حواليها. مين اللي حواليها؟ اللي هي النيوكليس، اللي هي الانيولوس فيبروسس، تمام. عمل ديستريبيوشن للبريشر للانيولوس فيبروسس، فالانيولوس فيبروسس يعني بتعمل ديستريبيوشن برضه، او بتجمع الفورس دي كلها وترد على النيوكليس بالبوسس عشان تحتفظ بيها في مكانها عشان ما تتحركش يمين ولا شمال، تمام. وبعدين ياخدوا محصل القوه ده وينتقل لمين، ينتقل للفرتبرا اللي تحتها، تمام. طيب هنا كده ايه، لو الكمبريشن فورس كانت واقعه في النص بالظبط، فالايه، النيوكليس بالبوسس مش بتتحرك، اما لو كانت واقعه من على الجنب زي كده، فالنيوكليس بالبوسس هتتحرك عكس اتجاه الفورس، تمام،
يعني هي الفورس من الناحية دي، فهتبقى ايه هتتحرك للاتجاه المعاكس، تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا بدل ما كانت في السنتر هتتحرك تبقى كده، تمام. بعدين عندنا الفيرتيبرال اند بليد. الفيرتيبرال اند بليد ده زي ما قلنا اللي هو الجزء النهائي او حته موجوده في نهايه الفيرتبري كده في البادي بتاع الفيرتبري، بتبقى مكونه من كورتيكال بون وهيلاين كارتج، تمام. وزي ما قلت لكم دي مسؤوله عن الجروث بتاع الفيرتبري، تمام، وهي اللي بتوصل نيوتريشن للديسك. يبقى هنا عندك الفيرتبرال اند بليد دي سنت شيت، تمام، من كورتيكال بون وهيلاين كارتج. موجوده فين؟ موجوده في الفيرتبرال بادي اباف وبلو، يعني فوق في هنا موجوده في تحت الفيرتبرال بادي وفوقيه، تمام. في اتنين اند بليت موجوده في الفيرتبرال الواحده، تمام. طيب هما برضو ايه بيمنعوا الاورينتيشن بتاع النيوكلس ان هي تطلع لفوق ناحيه البادي، تمام. يعني النيوكلس بالبوسس لما يحصل لها اورينتيشن وانتفاخ هما اللي بيمنعوها ان هي ايه تطلع للبادي فوق، تمام. طيب هنا برضو بيقول لك ان الاند بليت ديت اول ما تتولد تبقى لسه طفل، تمام، بتشكل 50% من حجم البادي بتاع الفرتبري، 50% من حجم البادي بتاع الفرتبري. وطبعا بما انها هي ليها دور في الجروس، فهي كل ما انت بتكبر في العمر بتسبب جروس للفرتبرال بادي او بالفرتبري نفسها، تمام. فبالتالي انت وماشي طول العمر فهي بتقل، هتقل لحد ما توصل كام؟ توصل 5%، تمام. بس هنا برضو اهو زي ما قلنا ديورنج الشيلد هود مسؤول عن الجروس بليت، تمام، او النمو بتاع البليت بتاع الفرتبري، تمام. هنا دي برضو جزئيه مهمه لازم تفهمها. قال لك هنا ايه السيرفيس اوف الفرتبرال اند بليت اللي هو ناحيه الديسك بيبقى فايبروكالتريجنس. طيب السيرفيس بتاع الاند بليت اللي ناحيه الفرتبري بيبقى كلاسيفايد كارترج، افهمها، تمام. السيرفيس بتاع الاند بليت بس اللي يكون من ناحيه، ما هو بص ادي الفرتبري وادي ايه الديسك، تمام، وادي الاند بليت موجوده في نهايه الفرتبري، فليها ناحيه مع البادي بتاع الفرتبري وليها ناحيه مع الديسك، تمام. الناحيه اللي مع الديسك دي بتتكون من الفيبرو كارترش، طب والناحيه اللي مع البادي اوف الفرتبري بتتكون من الكلاسيفايد كارترش، تمام. بس ده اللي انا عاوزك تعرفه في السلايد دي. بصوا هنقف لحد هنا، هننهي البارت ده لحد هنا، تمام، وان شاء الله هنجهز بارت 2 وننزله في اقرب وقت. اتمنى تكونوا فهمتوا، واتمنى تكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.